وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: الحمد لله العلي العظيم، السميع البصير، الحكيم الكريم، اللطيف الخبير، ذي النعم السوابغ والفضل الواسع والحجج البوالغ، تعالى ربنا عن صفات المحدودين وتقدس عن شبه المخلوقين. صفات العجبة. تعالى ربنا عن صفات المحدودين، يعني مستقيم المخلوقات، يعني المخلوقات. تعالى ربنا عن صفات المحدودين وتقدس عن شبه المخلوقين. شبه نعم، مشابهة يعني. وتقدس عن شبه المخلوقين وتنزه عن مقالة المعطلين. على ربنا فكان فوق سبع سماواته عالية، ثم على عرشه استوى، يعلم السر وأخفى، ويسمع الكلام والنجوى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في لجج البحار ولا في الهواء. والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده ثم كونه بكلمته، واصطفى رسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بخلته، ونادى كليمه موسى صلوات الله عليه فقربه نجيا وكلمه تكليما، وأمر نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام بصنعة الفلك على عينه، وخبرنا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، كما أعلمنا أن كل شيء هالك إلا وجهه، وحذر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين. أحمده على ما من علي من الإيمان بجميع صفات ربي عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حمد شاكر لنعمائه التي لا يحصيها أحد سواه، وأشكره شكر مقر مصدق بحسن آلائه التي لا يقف على كثرتها غيره جل وعلا، وأؤمن به إيمان معترف بوحدانيته، راغب في جزيل ثوابه وعظيم ذخره بفضله وكرمه وجوده، راهب وجل خائف من أليم عقابه لكثرة ذنوبه وخطاياه وحوباته، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا فردا صمدا قاهرا قادرا رؤوفا رحيما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا له في ملكه، العدل في قضائه، الحكيم في فعاله، القائم بين خلقه بالقسط، الممتن على المؤمنين بفضله، بذل لهم الإحسان وزين في قلوبهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأنزل على نبيه الفرقان، علم القرآن فتمت نعماء ربنا جل وعلا وعظمت آلاءه على المطيعين له، فربنا جل ثناؤه المعبود موجودا والمحمود ممجدا. فربنا جل ثناؤه المعبود موجودا والمحمود ممجدا. نعم، هذا كله موجود. نعم، موجودا. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله المصطفى ونبيه المرتضى، اختاره الله لرسالته ومستودع أمانته، فجعله خاتم النبيين وخير خلق رب العالمين، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بعثه بالكتاب المسطور في اللوح المحفوظ فبلغ عن الله عز وجل حقائق الرسالة، وأنقذ به أمته من الردى والضلالة، قام بأمر الله تعالى بما استرعاه ربه من حقه واستحفظه من تزيله، حتى قبضه الله إلى كرامته ومنزلة أهل ولايته الذين رضي أعمالهم حميدا رضيا سعيدا، كما سبق له من السعادة في اللوح المحفوظ والإمام المبين قبل أن ينشئ الله نسمته، فعليه صلوات الله وسلامه حيا محمودا وميتا مفقودا، أفضل صلاة وأنماها وأزكاها وأطيبها، وأبقى الله في العالمين محبته وفي المقربين مودته، وجعل في أعلى عليين درجته صلى الله عليه وعلى آله الطيبين. أما بعد، فقد أتى محنة مهم، لكن لعله مراد يعني نفيها محمد. نعم. أما بعد، فقد أتى علينا برهة من الدهر وأنا كاره للاشتغال بتصنيف ما يشوبه. أما بعد، فقد أتى علينا برهة من الدهر وأنا كاره للاشتغال بتصنيف ما يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب،
وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه التي هي خلو من الكلام في الأقدار الماضية التي قد كفر بها كثير من منتحل الإسلام، وفي صفات الله عز وجل التي نفاها ولم يؤمن بها المعطلون، وغير ذلك من الكتب التي ليست كتب الفقه. وكنت أحسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين من أهل الأهواء في جنس الكلام في مجالسنا ويظهر لأصحاب الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفينا كاف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذاهب القوم. وكنت أحسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين من أهل الأهواء في جنس الكلام في مجالسنا ويظهر لأصحابي الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفينا كاف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذاهب القوم. يعني مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله، هو إمام في أحد الأئمة في القرن الثالث، فإنه ولد سنة 10 أو 11 200 وتوفي سنة 310 أو 11، فهو من معاصر النسائي وطبقته رحمه الله، وأدرك البخاري وطبقته. نعم رحمه الله. نعم كاف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذاهب القوم، وغنية عن الإكثار كذا، غنية يعني فيه غنية، وغنية عن الإكثار في ذلك. فلما حدث في أمرنا ما حدث مما كان الله قد قضاه وقدر كونه مما لا محيص لأحد ولا موئل عما قضى الله كونه في اللوح المحفوظ قد سطره من حتم قضائه، فمنعنا من الظهور ونشر العلم وتعليم مقتبس العلم ما كان الله قد أودعنا من هذه الصناعة. كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة، ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى البهت والضلال في هذين الجنسين من العلم، فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ربهم وضلالتهم يعبهون وبالله ثقتي وإياه أسترشد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد بدأت كتاب القدر فأمليته، وهذا كتاب التوحيد إثبات النفس لله عز وجل من الكتاب، فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. قال الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليه الرحمة، أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، على ما دل سياق هذه الآية، وهو قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال الله جل ذكره لكليمه موسى: ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. فثبت الله أن له نفسا اصطنع لها كليمه موسى عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا. وقال روح الله عيسى بن مريم مخاطبا ربه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فروح الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يعلم أن لمعبوده نفسا. باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله عز وجل على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور، وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء. الوجه لائق باسم لا يشبه أنفس المخلوقين سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج عن حواشي. نعم نعم نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نعم. حاشيه الحج الأول. نعم. أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه. وباب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك. وأخرجه مسلم في كتاب الذكر. باب الحث على ذكر الله. وباب فضل ذكر الله. والترمذي في كتاب الدعوات بألفاظ متقاربة. وبقية السند هم رجال الصحيحين. انظروا الصحيحين. من هنا الحاشية. سم. من هنا. عبد العزيز الشهوان. طيب ماشي أعيد السند. حدث رسالة أحسن الله. رسالة أخذ رسالة في الدكتوراه. طيب نعم نعم جزاه الله خير. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم. المقصود بالملأ خير منه بارك الله فيك. المقصود بالملأ خير منه. منهم ومنه. الملائكة ولا منه. نعم. الملائكة. الملائكة. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. تفضيل الملائكة عن البشر بارك الله فيك. لا فيها فيها المجلس. أهل السنة يرون أن أهل السنة من الجن والإنس أفضل من الملائكة لأنهم امتحانون مكلفون. نعم. والحديث بارك الله فيك. هذا في هذا نوع خاص، تفضيل خاص على الملعب اللي هم فيهم. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش بهذا السند مثله. حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكوانا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، فإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم. فقال عبد الرحمن ذكرتني في نفسي ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي. حدثنا عبد الجبار بن عبد العلاء العطار قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد، فرجع حين تعالى النهار
قال لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت نعم. عن إيش؟ حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد فرجع حين تعالى النهار قال لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. قال أخرجه مسلم رحمه الله. نعم. الذات والنفس، النفس نفسه ذاته عليه جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم. يعني النفس هي الذات مترادفتان. النفس هي الذات. الذات وما أراده الله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. نؤمن بنفسه أن له نفسا على وجه اللائق به جل وعلا. لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو بكر خبر شعبة عن محمد بن خبر شعبة عن محمد بن عبد الرحمن من هذا الباب خرجته في كتاب الدعاء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن الحارث وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي نالت غضبي. أن رحمتي نالت، أن رحمتي نالت غضبي. نالت. إيه نعم. لفظ آخر غلبت غضبي. نعم. نعم. قال لنا يونس قال لنا أنس نالت. يعني غضب غلبته. نعم. أحسن الله إليك. نعم. لكن في الصحيح هل لفظ نالت؟ المعروف سبقت غضبي وغلبت غضبي. نعم. رحمتي تغلب غضبي. نعم. سبحانه وتعالى. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريم قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. قال أبو بكر: فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسه. أبو بكر هو المؤلف. وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسه، كما أثبت النفس في كتابه. وكفرت الجهمية بهذه الآية وهذه السنن، وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، وزعم أن نفسه غيره كما أن خلقه غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم به. هذا من الجهل الصرف إن شاء الله. نعم. قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه، أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكلمه موسى: واصطنعتك لنفسي، فيقول معناه: واصطنعتك لغيري من من المخلوق. إن شاء الله العافية. نعم. 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 إن شاء الله العافية. نعم. صالح تنمية. من المخلوق. واصطنعتك لغيري من المخلوق. أو يقول أراد أو يقول أراد روح الله بقوله: ولا أعلم ما في نفسك، أراد ولا أعلم ما في غيرك. هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التقى آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، فقال له موسى: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه، واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال: فحج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام 3 مرات، يريد كرر هذا القول 3 مرات. اللهم صل وسلم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتلة عن أبي قلابة عن ابن أسماء عن أبي ذر رضي الله عنه
عن أبي أسماء. عندي عن ابن أسماء. عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر. الحشي. تعرض الحشي. ما تعرض لحسن الله. لعل أبي أنا أبي أسماء. لعل عن أبي أسماء. حسن الله. عن أبي أسمع عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي وقال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت فذكر الحديث. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. بركة سمع الله غفر الله غفر الله له. نعم سم. أحسن الله إليك. فيه نشرة بعنوان مسائل مهمة في العقيدة الإسلامية جاء فيها كلمة ويجوز التوسل بحب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأوليائه وحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم والأولياء لأن حبنا لهم من العمل الصالح فنقول مثلا اللهم بحبك لرسولك وأوليائك انصرنا وبحبك لرسولك وأوليائك اشفنا. نعم لا بأس توسل بحب الله. نعم من صفاته جل وعلا اللهم إني أسألك بحبك لأوليائك ولرسولك ولأهل طاعتك اللهم إني أسألك بحبي لرسولك بحبي لك بحبي لأوليائك المتقين هذا توسل بصفات الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم ثاني مو بالعمل الصالح والله ها هذا عمل صحيح لكن بمحبته هو لرسله وأوليائه توسل بمحبة الله لأوليائه والتوسل بحبنا لله ولرسوله كل حق الأول توسل بصفات الله والثاني توسل بأعمالنا الصالحة مثل وشيئة أهل الغار. أحسن الله إليك. سم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.